نختم معكم الآن مشاهدينا مع بوليفارد الأحساء اللي يقدم العديد من الفعاليات المصاحبة لمونديال كأس العالم في قطر. يمكنك مشاهدة المباريات والتسوق وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة. تفاصيل أكثر مع الزميل حسين السلطان. مساك الله بالخير يا حسين، يعطيك العافية. مساك الله بالخير زميلتي عهد. فعلا الأجواء المونديالية الكبيرة هنا في الأحساء وكذلك في سلوى أجواء رائعة، أجواء حماسية تدعو للمنتخبات المشاركة كل التوفيق، وخصوصا منتخبنا السعودي الذي يخوض هذه هذه المنافسات. أجواء يعني يشعر بها حتى غير محبي كرة القدم على فكرة هنا يا عهد. المواطني الأحساء التي تأتي هذه الفعاليات أو هذا المونديال ليضيف الكثير من الفعاليات المصاحبة. يعني اليوم نتواجد في بوليفارد الأحساء، بوليفارد الأحساء يضم هذه الخيمة التي تحتوي على عدد كبير من الكراسي والشاشة الكبيرة التي تشاهدينها خلفي لمشاهدة المونديال والاستمتاع بأجواء المونديال. وأيضا هناك يعني الفعاليات المصاحبة التي تناسب العائلة والأسرة، الأطفال اللي ممكن ليست لديهم رغبات لكرة القدم، لكن هناك خيمة أخرى فيها الكثير من الألعاب التي تناسب أعمارهم. إذن كرنفال كبير في محافظة الأحساء يعيشها الأهالي هنا لقربهم من دولة قطر الشقيقة وهذا المونديال الكبير. أنا يسعدني أن ألتقي بهذه الدقائق بالأستاذ أو الأخ فيصل القحطاني، حقيقة هو أيضا مشغول هنا في هذا البوليفارد. فيصل القحطاني وهو المشرف العام على بوليفارد الأحساء. أخي فيصل تفضل عندي هنا، ما شاء الله تبارك الله، يعني مشغول في هالبوليفارد، لكن ودنا نعرف المشاهد الآن اللي يحب يجي البوليفارد وش الأشياء وش الاشتراطات وش الأشياء الموجودة، ومن خلالك نبي نقول لهم تعالوا. أولا مساكم الله بالخير، أمسي عليك وعلى المشاهدين وأشكركم على هذه التغطية. بالنسبة للبوليفارد من اليوم مفتوح للجمهور مجانا، يجون يتفضلون طال عمرك ويجون الأسرة ككل. طبعا في هذه الخيمة لنقل المباريات، فيها الشاشة العملاقة هذه اللي وراي أكبر شاشة في المنطقة هنا موجودة، وفي 10 شاشات أخرى بتنقل المباريات الثانية، وعندنا طال عمرك غرفتين في اي بي. طبعا في الساحه مثل ما شفت عندنا التلفزيونات شو اسمه المطاعم والكافيهات، وفي تلفزيونات خارجيه برضو الناس يستمتعون فيها، وفي خيمه العاب. وداخل القلعه عندنا فعاليات شعبيه واشياء جميله لكل الاسره، يعني الاسره كامله، الواحد لا يجيني لحاله، يجي هو وهله، هو يجي يشوف المباراه وهله يتمشون هناك وعياله يلعبون في الخيمه. هذا بوليفارد يقول لا تكون اناني، انت تبي تشوف المونديال جيب اهلك وجيب عيالك وجيب كل من يعز عليك واستمتع بالاجواء. الاجواء ايضا محفزه اخي فيصل، اجواء الايام هذه وخصوصا في الاحساء اجواء تدعوك للاحتفاليه. يعني ايضا من خلالك لزوار المونديال نودهم ياخذون كذا على بوليفارد الاحساء، ونبدي نشدهم الاشياء والاشياء الفعاليه الغير موجوده في بعض المناطق هنا في الاحساء راح تشوفونها بشكل جاذب ان شاء الله 100%. واحنا خلف الخيمه هذه من الداخل عاملين طال عمرك في مسرح يتسع ل 600 شخص، الدخول فيه مجانا، حيكون فيه شاشه عملاقه مثل هذه بيكون فيها فعاليات يوميه، يعني مثلا الاطفال بنسوي افضل معلق افضل كذا، بيكون في فعاليات ودخول مجاني تشيل حوسه. بجي انافس انا ترى. طبعا انت اكيد انت بتفوز من الان طال عمرك. اي والله ففي فعاليات طال عمرك خلف الخيمه هذه، بوريك الحين اذا طلعنا مسرح روماني، او احنا بنسميه مسرح القلعه ما نبغى اسم روماني يعني، بس على الشكل الروماني يتسع ل 600 شخص. هذا في فعاليات يوميه، خلفهم في ساحه كبيره حيكون في فنون شعبيه لكافه مناطق المملكه، يعني الحسا من كل منطقه يوميا بنجيب لون شعبي جميل، وفي منطقه خاصه بالعاب الاطفال، وفي الخيمه هذه طال عمرك يجون يستمتعون. ابغى الاسره هذا البوليفارد لاستمتاع اهل الحسا، احنا ما جينا هنا الا خدمه لاهل الحسا، واهل الحسا يستاهلون اكثر من كذا. جميل. اي والله. انا اتوقع اخي فيصل الليله هذه ليلة الافتتاحية للمونديال اللي يفصلنا الآن تقريبا أقل من ساعتين على افتتاح المونديال في قطر، هذه الساحة أنا أتوقع أو هذا المسرح أو هذا الخيمة مليئة بالقمصان الفرق المشاركة، أنا أتوقع هتافات، أتوقع أجواء حماسية لا تقل عن الأجواء الموجودة في الملعب. وهذا حنا عملناه أصلا هذا كملعب، لو تلاحظ هناك بعد شوي إذا صور بتشوف هناك المنصة، في هنا زي المدرج احنا حاطين الاعلام، شوفها معلقه في كل مكان، واليوم كمان بنكملون هنا الاعلام. انا ابغى اللي يجي هنا كانه حاضر المونديال في قطر. جميل. وفي فعاليات وفي مسابقات على فكره يوميا حنعملها هنا، وفيها سحوبات يعني بدون شيء يعني بدون مقابل، يجون
حيكون في سحب عشوائي بالكاميرا مثل ما يصير في التلفزيون، بيكون في سحب عشوائي، حنسحب كل يوم حيفوز معنا 3 أو 4 اشخاص بجوائز قيمه. انت حمستني، انا اليوم جاي بالعائله، ابى اخلص وبجي ان شاء الله. لا لكن ان شاء الله هنا الموجودين داخل في مدى الساعه كامله تقريبا من الافتتاح ومشاهده المباريات كرة القدم ليلة في منتخب قطر، اللي تمنى لك التوفيق. وما هي الخدمات أيضا؟ أود أشرب مويه، أود أخذ لي كافي، أشياء موجودة خدمات داخل المخيم؟ طبعا الله يحيك، عندنا هنا كافي جاهز وعندهم مويه، وفي محل شركة ندى ما قصروا جايبين ثلاجة عصيرات تتوزع مجانا على الناس هنا، واللي يبغى أوفر يبغى يشتري المطاعم والكافيهات أبا قدام باب الخيمة على طول. شكرا لك اخوي فيصل، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. شكرا، شكرا لكم للتلفزيون السعودي طعمك. شكرا لكم، الله يحفظك. نعم زميلتي عهد، الاذن الاجواء ونترقبها احنا هذا المساء، الاجواء المونديالية الكبيره في محافظه الاحساء، ونتمنى التوفيق لقطر الشقيقه وكذلك لمنتخب قطر الفوز في هذه المباراه باذن الله. باذن الله. شكرا لك زميلي حسين السلطان ولضيفك الاستاذ فيصل على هذه التفاصيل اللي قدمها لنا، ونتمنى للعائله قضاء الوقت الممتع في هذه الفعاليات.